السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناة وصفات أسمر للطبخ. إن شاء الله وصفاتي تكون بسيطة واقتصادية ويعملوها في كل بيت بلا ما تطلب حوايج بزاف. اليوم راح ندير لكم وصفة الخبز البايت ولا الخبز الصباح، الخبز اللي راهو يترمى بزاف واللي رانا نشوفوا فيه بكمية كبيرة يقعد لنا هكذاك، وعلاش ما نستغلوش ونخدموا به حلوى تكون شابة وبنينة ويفرحوا بها أولادنا. الوصفة هذه مش من اليوم، الوصفة هذه قديمة بزاف، كانوا يستعملوها جدودنا ووالدينا. حبيت نعود نحييها ونعاودوا نتفكروا ايامات زمان، ايامات البساطة، ايامات البركة اللي كانت فيهم البركة، حاجة ما ترمى كل شيء نعاودوا نستغلوه وناكلوه ويجي بنين بزاف، وكنا بزاف نفرحوا بهذه الحلوات نتاع الخبز. خبز ولا أروع. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ ونوريكم المقادير اللي راح نخدموا بها هذا الخبز الصباح والخبز البايت. عندي كمية من الخبز، هذه حوالي نصف خبزة. أنا المقادير اللي نقدم لكم تقدر تخدم لكم حتى خبز زوج خبزات. عندي زوج مغارف وثلث مغارف نتاع فارينة عادية. عندي فنجان حليب سائل، وعندي زوج حبات على البيض. نستعمل من الخميرة الكيميائية، الخميرة الحلوة، نستعمل مغرف صغيرة، وعندي مغرف نكهة الفانيليا أو نديرو نكهة الفانيليا السائلة، وعندي قرصة ملح باش ما تجيش صامتة. كما راكم شفتوا المقادير، السكر نستعملو التزيين أو العسل أو الشيكولا، كل واحد واش يحب يستعمل التزيين، كل واحد ومقدور. كما راكم تشوفون نشدو الصحن تاعنا نكسرو فيه البيض باش نخدمو لاباط، هذه تكون سائلة. نخلطوه كما راكم تشوفوا، نخلطوه لازم نخلطه يطلع يتضاعف شويه الحجم تاعو اصدر. هذه السرعة. كما راكم تشوفوا هنا نزيدو الفنجان الحليب ونخلط حتى يتجانس الخليط البيض والحليب. هنا راح نضيف ثلث مغارف نتاع فارينة، يجيني القوام نتاعها رائع. ثلث مغارف فارينة جاتني القوام نتاعها سوا. اذا شفتو القوام نتاعها خفيف زيدوا شويه فارينة ماشي مشكل. ونخلطو. بعد ما خلطناها راح نضيف النكهه تاع الفانيليا، ونزيد القرصه تاع الملح، ونزيد المغرف تاع الخميره تاع الحلوه، مغرف تكون معمر. فوالا خميره كيميائيه. نخلطوا كل شيء مع بعض كما كنتوا تشوفوا سائل. في المرحله الثانيه راح نشدوا المقله تاعنا ونزيد لها شويه تاع زيت، ما نكثروا شويه بالزيت ما تجيش الزيت فيها بزاف، غير شويه بقى. نسخنوا الزيت على نار قليله ماشي بزاف طالعه. نحطوا الخبز تاعنا في لاباط اللي بيني، لاباط ايبيني تقريبا تشبه لاباط ايبيني، ونحطوه فوق الزيت تكون سخونه. كما راكم تشوفوا الزيت سخونه والزيت قليله، ونحطوا قطع الخبز تاعنا اللي غمسناهم في لاباط تاع لي بني في هذيك الخليط اللي خدمناه، ونخلوه يتقلى على نار قليله ماشي قليله بزاف وماشي طالعه بزاف. كما تشوفوا من جهه اخرى انا راني نطيب فيه الاتاي، راهو يبقبق وريحته تعبق. يلا كما راكم تشوفوا راني نقلب فيهم، ما حبيتش ندير كميه كبيره بزاف على خاطر راني مع التصوير وكل شيء تبدا شويه الحاله صعبه، تجيني يكون يد ومغرف في اليد، ما قالك يد وحده ما تصفق. كما راكم تشوفوا راهو تقريبا راهو يعوم، علاش؟ راهو مختلف، وحتى الخبز ما يشربش الزيت، الخبز ما يشربش الزيت. شفتوا كيفاش جايين خفاف رائعين، كيفاش حمارو مشخشخين. نحطوهم بابي سيرفيات ولا ورقه بابي مشوى، نحطوهم يشوى شويه. انا طريقه التزيين انا حبيت ندير لكم نوعين وثلاثه، درت اللي فيها دير فيها السكر تاع بكري، كانوا يخدمونا فيها السكر وناكلوها ونفرحوا بها مع قهوه حليب. واش يا خسر اي خسر على ايام زمان. كما راكم زينوا بالسكر، كميه زينه تاع السكر. انا حسب نوريكم هذا المكان،
الاخرى ندير لهم شي شكرون وكلي درت لهم الكونفيتور ولا المربى، مربى المشمش، الفراز، الكرموس، البخسيس، اللي عندك في الدار استعملي ماشي مشكل. عندي شويه عسيله ولا عسل كيما تحبي استعملوا، هاد لي اختياريه ليكم نتوما، طريقه زين ليكم نتوما. تحبوا تزيدوا حاجه اضافه منكم تولي ليكم نتوما، انا حبيت نخليها بسيطه جدا كيما تعبتني ريحتها ما شاء الله. شوف بسم الله مقطنة الداخل، هشيشة ما فيهاش الزيت، ماشي مزيكة وطيبة مليح، ومن أحسن تتكل سخونة دافية بنا تعتمد. وعلاش لا، فرحوا ولادكم، فرحوا داركم. هذه قهوة بالعشية ولا قهوة الصباح مع اللي يحب يشرب مع أتاي ماشي مشكل، كاس أتاي مشحر كيما راكم تشوفوا فيه، ولا كويس تاع كرام اللي يحب يشرب الكرام بالصحة والهنا. وإن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم بربي إن شاء الله. وما تنساوش حبابي وخاوتي وجيراني وكامل اللي يحبوني، شاركوا معايا في القناة، ديروا لي ابوني والمتابعة، اعطوني لي كومنتر تاعكم وعلاش لا، وان شاء الله نكون نحسن الظن تاعكم. واللي حاب اي تفاصيل يكلمني على الخاص. بالصحة والراحة.